وشوشة. تفتحي الصبح التلفزيون مش محتاجة بقى تسمعي مش عارفة مين مات ومين فجر ومين وحادثة ايه، والتفاصيل دي مش عندي خالص. انا عندي اخبار، اخبار دي بتلخص لك ايه اللي حصل في الدنيا امبارح بالليل والنهارده الصبح لو في ابديت. بعديها بدخل على اخبار الطقس، اخبار مرور، اخبار تفاصيل الدنيا كلها. بعد كده بندخل على فقرتين بنشوف بقى ايه. احنا شغالين في الاجزاء الخدميه اكتر، يعني تواصل مع الجمهور، تواصل مع المواطنين، عايزين ايه، كهرباء، ميه، حاجات خدميه، مرافق. كمان الجانب الخفيف بقى شويه، يعني ديكور، ميك اب، كل حاجه. احنا مجله، بتفتحي الصبح مجله قدامك بتطلعي منها انت كل ربع ساعه في البرنامج ده بتطلعي بحاجه جديده، معلومه جديده من الاول للاخر، طلب مجموعه معلومات كبيره جدا. فبنحاول ان احنا نختلف، بنحاول ان احنا نكون مختلفين شويه عن المواد الصحيه الموجوده بما انهم يعني كتير، ويا رب نكون عملنا كده.